أنني فعلت شيئا جيدا لأخي وتوأمي ميشو، ولكن كما قيل الوصول للقمة صعب، ولكن الحفاظ عليها هو الأشد صعوبة. لذلك سأبذل قصارى جهدي للحفاظ على أخي ميشو حتى يبقى على القمة دائما. ولكن الآن هو وقت الفرح والانتشاء، ولذلك لا بد من الاحتفال حتى لا تمر علينا اللحظة. فلقد ازداد اليوم عدد الشرفاء واحدا. خير يا ميشو. صباح الخير يا ابو سيد. ايه يا ابني اللي مصحيك بدري قوي كده؟ الساعه لسه ما جاتش 9. انت نازل ولا ايه؟ ايوه ابو سيد، انت عايزني في حاجه؟ انا شخصيا ما استغناش عنك ابدا ابدا. ويا ترى ايه هو بقى المشوار اللي منزلك بدري قوي كده؟ سبوبه صغيره ولا مصلحه ولا شغلانه كبيره؟ لا ده ولا ده يا سيد، انا رايح القسم اقابل ساره. الظابط ساره. ايه يا عم ميشو، في ايه؟ وانت ايه اللي يوديك برجليك لحد عندها؟ بعدين يا سيد، بعدين هتفهم. انا عايزك بس تطمن كده وما تقلقش. سلام. ايه بقى الواد ده ماله؟ الواد ده فيه حاجه متغيره. بس انا الست ساره دي عايزه في ايه؟ ميشو، سندوتش ايه ده؟ حلاوة عينيا. تسلم ايديك. لا انا مش شايفه. ربنا يهديك يا ابني ويجعل لك في كل خطوه سلامه. بص بقى يا ميشو، هو ده الملف الجديد بتاعك اللي هنملاه بالنموذج الجديد لميشو اللي هنقدمه للمجتمع. حلو؟ حلو قوي ميشو. معلش اصل انت بصراحه قمر في البدله. وبعدين بقى؟ خلاص يا ست، انت دلوقتي واخدين على فين؟ هتعرف حالك. بس عايز اقول لك حاجه. قمر.
تعالى يا ميشو اتفضل. صباح الخير يا استاذ سهر. تمام تمام. الاستاذه سهى الاخصائيه الاجتماعيه هتديك دروس في كيفيه التعامل مع المجتمع وانشاء علاقات اجتماعيه صحيحه. ازيك يا استاذه سهى؟ اهلا وسهلا يا استاذ ميسو. دي هتبقى معايا على طول؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي يا لمياء يا حبيبتي. اهلا وسهلا. انت عارفه يا لمياء يا حبيبتي، على الرغم من ان عمي انا استعبان الا انه اصر انه يعمل لك الغداء بنفسه. انا مش تعبان يا فطين، انا بقيت كويس. ازيك يا لمياء؟ ازي حضرتك يا عم انس؟ اما انا اعمل لك حته مفاجاه على الغداء. عارفاها بساره. يبقى فطين قال لك بقى. لا لا ما قاليش، بس حضرتك كل مره بتبقى عازمني على الغداء بتعمل لي بساره مفاجاه. بس بتعجبك صح؟ ايوه طبعا. لمياء انا هطلع بقى دلوقتي لبابا علشان اخليه يجي لك هنا بنفسه عشان نبقى بعيد بقى عن سميره هانم دي. طب ما تتاخرش النبي يا فطين. لا اتاخر ايه؟ ده احنا النهارده بقى هنروح السينما. ايه ما تقعدوا. ده بتشكر لي في بصارة حضرتك يا عم. كويس. هنروح السينما النهارده حفلة 3 العصر. بس بقول بقول ما تقوليش لبابا. ها؟ لا مش هقول. مش بص بص بص، انت ممكن تقول لعمي. يلا يا فطين بقى. عمو مش عايزني اساعدك في حاجه؟ ممكن تجهزي السلطه. هي فين السلطه دي؟ اهي. طب اقعد يا عم استريح. كل حاجه تمام. انا بقى ايه احط ايه الشطه عشان ما تحلاش لو هي مش هتشطح. يا جامد. اللي قول لي يا عمي، هو ليه فاطين مش عايزني اشوف سميره هانم دي؟ ما تشوفيش وحش، اصلها روحها في مناخيرها وبتزهق بسرعه. زهقت. ليه يا حبيبتي؟ ما كنا حلوين اهو. مش عارفه مالي. لو تعرف اللي مساء الخير يا بابا يا حبيبي يا عسل. ايه ده؟ في ايه؟ مساء الخير يا مرات بابا يا حبيبتي يا رمز الحنينه. ثانيه واحده. ايه رمز الحنينه دي؟ معرفش. والواد ده ماله؟ ايه اللي بيعمله ابنك ده؟ مش عارف، بس انت بيقول رمز الحنينه جايه من الحنان. مش طبيعي طول عمرك. اتفضلي يا مرات بابا. يا عسل. اتفضل يا بابا. يا سكر. في ايه يالا؟ مالك؟ ما تجيب من الاخر. مش حضرتك يا بابا كنت زعلان مني ان معرفش على لمياء خطيبتي، وحضرتك ليك انك تزعل يعني، فانا قلت بقى لازم اراضي حضرتك، فقلت بقى لمياء خطيبتي تيجي هناون بقى تتعزم معانا على الغدا. عزمتها فين ياض؟ عند عمي انس. والمطلوب؟ حضرتك يا بابا بقى تنزل معايا كده هون علشان تتعرف عليها تحت. وهي مش فيها رجلين؟ ما تمشيش على رجلها ليه وتجينا تزورنا هي؟ ايه؟ تيجي تيجي. قولي لي بقى يا اموره، انت بتشتغلي ايه؟ مدرسه يا سميره هانم، مدرسه. هو بقها ده لما نفتحه مش هنلاقي جوه لسان؟ يعني هي ممكن تعبر عن نفسها بنفسها؟ سيبها تتكلم لوحدها عشان بزهق بسرعه. حاضر حاضر مدرسه. انا بشتغل مدرسه العاب في المدرسه اللي بيشتغل فيها فاطين الصبح، وبالليل بشتغل في السيرك. سيرك؟ اشتغلي ايه يا اختي في السيرك؟ بتدربي اسود ولا بتدربي قرود؟ يا بابا يا بابا يا حبيبي لمياء حبيبتي بتعمل فقره جميله قوي. يا اموره انت مشتركه في نوادي ايه في مصر؟ معلش بقى احنا هنستاذن بقى علشان رايحين المكتبه، لحسن مكتبه 3 عدت يا دوبك نلحق مكتبه 6. وعلى امتى ان شاء الله ناويين تتجوزوا؟ ان شاء الله لما موضوع الشقه يتحل وعمي يكون وافق. دي داخله على طعم عسل مرتي. عن اذنكم. عن اذنكم. متشكرين قوي متشكرين. سلام يا عم الحبيب، انت وفتاه السيرك بتاعتك. شفت هبلت على رجلها كده وقالت بقى؟ وشفت هو شوح بايده ازاي؟ دي تلاقيها بتحط بقها جاز وتطلع نار في السيرك. يا خرابي، ايه الست دي؟ دي ست اشهر. معلش يا لمياء يا حبيبتي انا اسف يعني، وانا يعني ما كنتش عايزك تتعرفي عليها من شويه، ما هي من كده اهو. معلش بس انا النهارده بقى هروق لك دماغك. النهارده يا لمياء يا حبيبتي والاول مره في تاريخ خروجاتنا مش هوديك الاهرامات. انا عازمك النهارده ان شاء الله على السينما، ومش اي فيلم. ايه؟ فيلم تاريخي تحفه تحفه يا لمياء، هيعجبك قوي.
والله الحمد لله لمياء يا حبيبتي ان احنا لحقنا الفيلم من اوله. مبسوطه بقى؟ قوي قوي يا فاطين، ميرسي قوي. شكرا شكرا. استنى استنى لمياء، شوفي لي نص جنيه فاتن معاكي. استنى على طول كده، خد ده، دي جنيه اهو. ماشي خد، خلي بقى مش عارف. ايه رايك بقى في النضاره؟ شايفاني مجسم ولا لا؟ انت شايفني مجسمه؟ انا مش شايف خالص. يعني يا فاتن انت مش لابس النضاره ولا ايه؟ اصل انا قلعتها لمياء علشان البس بقى النضاره الثري دي دي. الصوت لو سمحت، والسماعه حضرتك، الصوت مش من عندنا. لو مش سامع حضرتك اطلع للكابينه فوق وخليهم يعلوا شويه. صوت كنترول عالي، وطي صوتك يا عم. حاضر، بصوتك ده انت مش مكسوف منه؟ سايب الفيلم ومركز معانا احنا. يا لمياء يا رتا، لا 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 امسك، انا هقوم اجيب بقى فشار لحسن، الفيلم ده عجيب. ايوه هو ده. ياه، زحمه موت على الفشار. الناس سايبه الفيلم وبتموت بعضها بره على الفشار. بس حلو مش كده؟ ها؟ ياه يا لمياء يا حبيبتي، لحظات السعادة قليلة قوي. ايه ده؟ لما انت مش لمياء يا حبيبتي بتاخدي ليه مني الفشار وبتاكليه؟ لمياء لمياء، انت يا استاذه اللي بتدور على عيلة تايهة. حضرتك دي مش عيلة تايهة، دي خطيبتي، وبعدين دي كبيرة وعاقلة. لمياء لمياء، رد عليها لمياء، خلينا نخلص. يا ابني تعالى اقعد هنا، فضحتنا في السينما. انا اهو. حاضر يا لمياء، حاضر يا لمياء. انت كنت فين يا لمياء؟ قاعد اهو. فشار وقع مني. مش مهم، اتفرج على الفيلم احلى. وهامون عطرا سيتي اوف ذا ديد انشنت بيريوس. اصل الراجل الفشرنجي اللي هو بيبيع الفشار ده خد مني البطاقه، علشان جردل الفشار ده بقى كان ب 30 جنيه وانا معيش غير 9 جنيه بس. لمياء ابقى اديني بقى الباقي. ها؟ حاضر هديهم. اوعى تنسى. يوه يا استاذ بقى، صوت انت ولمياء حبيبتك دي. بقول لحضرتك ايه بقى؟ انا لسه واقع والفشار وقع مني وما اتكلمتش، فحضرتك بقى لو سمحت، عشان انا مش ناقص. بس انا لمياء مبسوط وفرحان قوي، وانت كمان فرحانة ومبسوطة ومزقططة وطايرة من الفرح. مش كده؟ ايوه قوي يا فطير. ادي اللي كان عمال يقول لي الصوت الصوت. اتاريه جاي هنا علشان ينام. سيبك منه، خلينا في فيلمنا احنا. على رأيك يا لمياء. ايه ده؟ ايه ده؟ ده غلط يا لمياء يا حبيبتي. ايه ده ايه ده؟ اللي بيحصل ده غلط. هو ايه اللي غلط يا فاطين؟ خطأ تاريخي، الفيلم ده مليان معلومة غلط. لو سمحتوا اقف الفيلم. فش، انتوا لا فاهمين حاجة ولا دارين بأي حاجة. الفيلم ده بيزور التاريخ، بيزور الحضارة. وقف الفيلم لو سمحت. الفيلم ده مزور، مزور لحضارتنا. محدش يشيلني. يلا بس انا قاطع تذكرة ومن حقي الاعتراض. لمياء لمياء يا حبيبتي، وقف. يبقى كده يا ميسو، عشان تتغير لازم تظبط علاقتك بالناس. يعني اركب صداقات جديدة عشان اسلوب حياتك يتغير. شوف ناس جديدة، اشترك في نادي، سيل حديد. understand؟ صدقي بقى والله يا أستاذة سهى، انت صعبان عليا. ايوه ما تستغربيش، واقفة كده طول النهار على رجليك اللي زي عودين العودين، وعمالة تكتبي على السبورة بايديك اللي تتلف في حرير. ده حتى حرام عليكي صحتك، حرام عليكي عينيك اللي زي عنين الغزال الشارد. تعالي تعالي اقعدي جنبي هنا. تعالي يا شيخ. اغسل ايدك لو سمحت، انا هروح لوحدي. يا سلام،
بس يا مسرو الدرس لسه ما خلص. ده درس ايه بس؟ احنا هنروح من بعض فين يعني؟ ما احنا قاعدين اهو مع بعض. تشربوا شاي؟ لا انا بشرب القصوص. انا كنت واثق ان باسلوبك وحماسك ده انك هتنجحي فعلا. لسه يا فندم احنا لسه في اول خطوه. اول خطوه دي بقى هي اصعب خطوه، كونك تقنعي لص خطير جدا زي ميشو دوت فدي اصعب خطوه. المهم اللي جاي يا فندم، انا كنت واثق انك هتنجحي، ولما تنجحي هيكون عندنا نموذج فعلي لنجاح التجربه. في الحاله دي بقى يا ستي ممكن نطلب من الداخليه تعميم التجربه، ويا عالم ممكن نوصل لما يبقاش عندنا لا مجرمين ولا حراميه ولا لصوص خالص. المهم ان يكون عند حصص ظن سعادتك. ها قولي لي بقى معاه مرحله التدريبات على حياته الجديده. اه يا فندم النهارده كان اول يوم وكله ماشي تمام. والله يا ميسو موفره له كل اسباب الهدوء والراحه وبرده مش عاجب. معلش معلش استحمليه، ما هو برضه جوزك يا سهى. يا سهى صدق ان من ساعه ما اتجوزنا ما عزمنيش ولا خدني مره فسحني ولا حتى قال لي بحبك يا سهى. لا الا ما يمكن اخرس وانت مش واخده بالك يا سهى؟ لا بيتكلم مره نطق. قال ايه؟ اخرسي. لا لا ما يصحش لحد كده، ما يصحش يعني، ده انت مراته وليك حق برضه. هو اسمه ايه؟ سادي. لا سادي غلطان، غلطان سادي. وكله كوم، ويوم الاجازه اللي بيقعدوا معايا كوم تاني خالص. ايه بيعمل ايه سادي؟ بيفضل قاعد كده لازق وسه في الجرنان، ما يبصش في وسي. تصدق يا ميسو مفيش لحظه رومانسيه واحده تجمعنا. وانا بجد يا ميسو بدون مبالغه ما يبصش في وسي. لا ايه؟ آه لا طبعا يتبص في وشك. قال ده الواحد ما يشبعش من وشك، ده كفايه نضارتك. كفايه ضحكتك، كفايه كفايه كفايه. عنده حق ثادي. ها ايه الاخبار؟ حضره الضابط والله ميسو مش محتاج يعني ما سأل علي، مستوعب كل حاجه، دراسات نفسيه دراسات اجتماعيه يا اهو ميسو. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنشيل حديد اهو. خلاص كده انت يومك انتهى النهارده، روح بدري عشان تنام. بدري ايه؟ قال احنا مش هنخرج النهارده مع بعض ميشو. يا ستي ما تقلقيش انا اللي عازمك. اوعدك لو خلصت اول اسبوع بنجاح ليك عندي عزومه. بعد اسبوع؟ ده احنا بقينا بخل قوي، ما احنا كل يوم كنا مقضينها خروجات مع بعض. اه دلوقتي بقى في شغل وحاجات تانية مهمه صح؟ صح. سلام. هتروح على طول؟ لا هعمل بس مشوار مهم كده وبعدين هروح على طول. ميشو يا ستي ما تقلقيش حاجه لازم اعملها. سلام سلام. اسبوع